أن يتزوج الباشا التهامي القلاوي أكثر من 10 نساء مختلفات وله العديد من الخليلات، فهذا يعني أن الرجل كان له نفوذ قوي وسلطة مطلقة على المجال الذي يتحرك ضمنه. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على الجوانب العاطفية والنفسية للتهامي القلاوي، وكذلك أسماء زوجات التهامي القلاوي وعددهن، وكيف كان يتعامل الباشا القلاوي مع نسائه وخليلاته. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. حسب الكاتب المغربي بول فاسكون، فقد كانت عائلة القلاوي تبسط سلطتها المباشرة على 500,000 نسمة و 35,000 كيلومتر، كما كانت تتصرف في كل التداول النقدي وتسيطر على كل الأسواق والمواصلات والمبادلات. ويستولي الباشا القلاوي على التجارة المهمة متنافسا مع التجار الأجانب ويبعدهم من السوق، وهو الوسيط الوحيد بين المشترين الأوروبيين والفلاحين الموجودين على أراضيه. وقد تزوج التهامي القلاوي عددا كبيرا من الحريم والزوجات، فقد قال ابنه في هذا السياق: عند وفاة والدي سنة 1956 كان لا يزال في داره حوالي 100 امرأة. كما أنجب الباشا القلاوي من 5 نساء، وهن: أولا زينب المقري أرملة أخيها المدني القلاوي وتزوجها، وولد معها 3 أولاد وبنتين من زوجها السابق، وأنجبت عبد الصادق الذي كان سفيرا في فرنسا والولايات المتحدة. كما أسس سنة 1947 شركة مقرها مراكش تنشط في ميدان المعارك. كما أنجبت حسن وهو رسام مشهور، تزوج إلفين كاحيل ثم كريستين لوجاندر. وكما هي عادة السلاطين المغاربة الزواج بالتركيات، وكذلك جعل البعض منهن خليلات، قام التهامي بنفس الأمر وتشبه بنفس الأمر وتزوج قمر التركية والتي أنجبت له إبراهيم، والذي درس في فرنسا 10 سنوات ابتداء من سنة 1925 وعين قائدا على منطقة تلوان مكاني عمه حمو، ثم تزوج ملكة حمو ثم الممثلة الحسناء سيلين أوبغي، وابنه هو المهدي الممثل المشهور في أوروبا والذي توفي سنة 1971. وأنجبت عبد الله الذي كان خليفة على قلاوة، توفي والده في نفس السنة سنة 1956. كما أنجبت أحمد الذي كان قائدا على منطقة الجيش، وتزوج بنت القيد العيادي ثم كيتي دوفي، وتوفي سنة 1959. ثم الزوجة الثالثة نديدة التركية، وأنجبت له محمد القائد السابق في منطقة أيتورير، وتزوج بنت عمه فاطمة حمو، وتوفي سنة 1981. كما أنجبت فطومة وتزوجت عمر الحجوجي التي توفيت سنة 1949. كما تزوج بتركية عاقر كان يحبها كثيرا، وعاشت من بعده والتحقت بأهلها في تركيا. كما تزوج يعني للمرة السادسة فاطمة نيت حدو، وأنجب معها المهدي الذي درس في فرنسا ابتداء من سنة 1925 وتوفي سنة 1944 في الجبهة الإيطالية إبان الحرب العالمية الثانية. كما أنجبت خدوج، تزوجت عبد السلام المقري نجل الصدر الأعظم ووزير المالية السابق. كما تزوج المرأة السابعة وهي زبيدة، وله منها بنت واحدة هي السعدية. وبعض من الزوجات التي لم ينجبن منه من بينهن عبلة المتوكية، وتزوج إحدى بنات المنبهي سنة 1918. كما تزوج أرملة التاجر الكبير بوكر بالبشير الغنجاوي، والذي يحكى أنها كانت جميلة جدا. خلاصة القول: تتسم الحياة العاطفية للباشا القلاوي
بالتعقيد نظرا للعديد من الزيجات بينهن المغربيات والأجنبيات وكذلك لعدد كبير من الخليلات ونظرا للمجال الجغرافي الكبير الذي كان يتحرك فيها الرجل وللسلطة التي كان يتمتع معها والتي تحولت في الأدبيات التاريخية المغربية بالباشا الملك لأنه كان يخاطب الملك محمد الخامس بالكثير من قلة الاحترام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.